نعم. طلاب، بداية العام الدراسي ذكرنا لكم أنه مغيرات الباور إلكترونيكس أربع أنواع. النوع الأول اللي يحول الأي سي تو دي سي، أخذناه كورس الأول كامل تقريبا. هسه يجي دكتور حسن.
هسه يرجع الاستاذ عنده مشكلة بالشحن مع اللابتوب وزعجي. اعذرونا الطلاب، طبعا سبحان الله الوطني راح وشوية المولدة تأخرت. خلال هاي الفترة راسنا الباتري مالتي هبط، عندي باتري سبير، على ما جبت السبير وشكلت السبير شغلت الحاسبة جاء المولدة، فاعذرونا من القصور وإن شاء الله نكمل المحاضرة مالتنا. واضحة طلاب الشاشة مالتي هسه؟ واضح استاذ. نعم. طلاب، بالنسبة للنوع الثاني من المغيرات الاي سي تو اي سي او الاي سي فولتج كنترولر، هذا النوع من المغيرات احنا كان من بداية السنة تقريبا كورس الاول اخذنا النوع الاول اي سي تو دي سي. اي سي تو دي سي حول الاي سي الى دي سي، اي ريكتيفاير اي مقوم، يعني مقوم تحويل الموجة الاي سي تو دي سي. هذا النوع الثاني يحول اي سي تو اي سي. زين، شنو الفرق بين اي سي الادخال واي سي الاخراج؟ اي سي الادخال طلاب عباره عن اي سي ثابت، يعني مثل الكهرباء الوطنيه 220 فولت. بالنسبه للاوتبوت حيكون متغير، يعني يجوز انا ما احتاج ال 220 بالضبط، احتاج منه 100 بس، احتاج 150، احتاج 200، يعني الاوتبوت يكون عباره عن فولتيه متغيره. بالنسبة للإنبوت لا، ثابت. هذا هو الفرق بين الأي سي الإدخال وأي سي الإخراج. نجي إلى تطبيقات هذه الدائرة، تستخدم باللايتينج، يعني أنا من أتحكم بالفولتية راح أتحكم بشدة الضوء، والكنترول إن باور سيركت يعني راح أسيطر على الدوائر الكهربائية، بالهيتينج إندكشن هيتينج أيضا أنا كل ما أتحكم بالفولتية الحرارة شدة الحرارة راح أتحكم بها، اندستريال هيتينج وديمستريك هيتينج يعني بالتدفئة الصناعية وبالتدفئة المنزلية أيضا يستخدمون هذه الدوائر، وبالمحولات التاب تشينجينج ترانسفورمر. وتستخدم أيضا طلاب ما دام الفولتية مع الأوتبوت متغيرة فأقدر أستطيع أن أتحكم بسرعة المحركات الحثية. النقطة الخامسة هي speed control of induction motor. وأي دائرة طلاب، أي دائرة تحتاج إلى فولتية متغيرة يمكن أستخدم هذا النوع من المتغيرات. النقطة الأخيرة الـ AC magnet control، يعني دوائر المغناطيسية للتيار المتناوب السيطرة عليها، السيطرة على الفولتية. فإذا طلاب تستخدم بالتدفئة أو تستخدم بالإضاءة أو تستخدم التحكم بسرعة المحركات وكثير من الاستخدامات. نجي أكو نوعين من الـ AC Voltage Controller. طبعا
النوع الأول هو الأون أوف أو الإنتجرال. إنتجرال نو أون أوف أو الإنتجرال التكاملي. يعني إذا قريت في الكتاب الإنتجرال هي يقصد بها الأون أوف أي سي فولتج كنترولر، والنوع الثاني هو الفيز كنترولر. نجي إلى النوع الأول طلاب، طبعا كلش سهل كلش بسيط، مبدأ العمل مالته أنه هي الدائرة طلاب. طبعا على فكرة هذه الدائرة الأي سي فولتج كنترولر هي تابعة للاثنين، الدائرتين نفس تاخذ نفس الدائرة. يعني الأي سي فولتج كنترولر الحالتين أكو نوعين، نوع الأون أوف والنوع الثاني الفيز كنترولر، هي نفس الدائرة فقط طلاب العمل مالتهم يختلف. هسه راح نشرح كيف يشتغل كل نوع من هذه الدوائر وشون أتحكم بفولتية الإخراج. النوع الأول طلاب الأون أوف أو الإنتجرال، هذه الدائرة طلاب لو تلاحظون أكو ثايرسترين أنتي بارالل، ثايرستر بالجزء العلوي يتحكم بالموجة الموجبة، وثايرستر بالجزء السفلي متجه نحو اليسار يتحكم بالموجة السالبة. طبعا هذه الثايرسترين يمكن الاستعاضة عنهم بالترايك. الترايك شرحنا لكم أول محاضرة أو ثاني محاضرة بداية السنة، هو عبارة عن ثايرسترين متجهين مربوطين أنتي بارالل، يعني واحد عكس الثاني. فالأول يشتغل بالاتجاه الموجب والثاني يشتغل مع الموجة السالبة. مبدأ العمل طلاب أنه أشغل الدائرة N من الموجات أخليها تشتغل وM من الموجات أطفيها. يعني هذه لو تلاحظون الجزء العلوي، هذه الدائرة اللي موجودة قدامكم، الموجات اللي موجودة قدامكم يعني هاي موجة الإدخال طبعا متكرر repeated، تتكرر الموجة كل 2 باي. N من الموجات يعني بهذه الدائرة لو أجي أحسب عدد N شي يساوي لي طلاب بهذه الدائرة، هاي الموجات اللي قدامكم N مثل ما قلنا لكم قبل شوية، مبدأ عمل هذه الدائرة أنه أخليها عدد من الموجات تشتغل بصورة كاملة انتجرال كاملة يعني، وM من الموجات أطفيها بشكل كامل. يعني هسه لو أجي أحسب كم موجة بهذه الدائرة مشتغلة، موجة يعني من تبدأ الموجة من نقطة وتنعاد من نفس النقطة تعيد نفسها، هذا تعتبر موجة واحدة. يعني لو أجي أحسب N بهذه الدائرة شو تساوي لي؟ N هي عبارة عن 1 2 3 4، أربع موجات شغلت، هاي 1 2 3 4، أربع موجات الموجة راح تشتغل. وكم موجة انطفت؟ M كم موجة بهذه الحالة؟ 1 2 3. فإذا بهذه الدائرة طلاب N يساوي لي 4 وM تساوي لي 3. هذه الدائرة هذا المثال يعني M تساوي لي 3. شلون أخلي الموجة كلها تظهر وشلون أخلي الموجة كلها تختفي طلاب؟ أشغل الثايرستر الأول مثل ما قلت قبل شوية، أنه الثايرستر الأول يتحكم بالجزء العلوي أي الموجة الموجبة، والثايرستر الثاني يتحكم بالموجة السالبة. يعني أنا عندي هاي الدائرة لحظة طلاب، هاي الدائرة من تكون عندي الموجة موجبة، من تكون عندي الموجة موجبة بهالشكل هذا، التيار راح يمر من الموجب عن طريق الثايرستر الأول ومن الحمل ويرجع للمصدر، هذا يكون اتجاه التيار. من يصير عندي العكس طلاب؟ من يصير عندي العكس؟ يعني الموجب صار من الأسفل، التيار من الموجب دائما إلى الحمل وعن طريق الثايرستر الثاني ويرجع مرة ثانية للمصدر.
فهذا يكون شغل الدائرة طلاب، الثايرستر الأول يتحكم بالموجب والثايرستر الثاني يتحكم بالجزء السالب. فنجي طلاب، حتى تظهر الموجة كاملة الثايرستر الأول لازم يقدح من الصفر، يعني حتى كل الموجة الموجبة تظهر، والثايرستر الثاني يقدح بالباي، فالموجة الأولى كلها راح تظهر، وهكذا طلاب. يعني زاوية القدح للثايرستر الأول صفر، وزاوية القدح للثايرستر الثاني باي، فالموجة كلها راح تظهر. أستمر هاي العملية خلال N من الموجات، بهذا المثال قلنا 4، وM من الموجات أطفيهم بصورة كاملة، يعني ما أنطي زوايا قدح لا للأول ولا للثاني. فهذا هو مبدأ عمل هذا هذه الدائرة الطلاب. أكو فاكتر اللي هو يمثل عدد الموجات هذا، بس مجرد التوضيح، 4 و3. المهم أنه N هي عدد الموجات اللي تظهر، والM عدد الموجات اللي ما تظهر. أكو فاكتر طلاب حتى يفيدنا بهذه الدائرة، هو K duty cycle. duty cycle هو عدد الموجات اللي تظهر، الN على المجموع، على المجموع هو عبارة عن نسبة الموجات اللي تظهر عندي على المجموع الكلي. يعني بهالحالة، بهالحالة هذا المثال هو N 4 قلنا على مجموعهم 7، فيكون عندي 4/7. قيمة الفولتية طلاب، طبعا الاشتقاق أنا ما نزلت لكم الاشتقاق، فأنتم مطالبين فقط بالأشياء اللي موجودة قدامكم بالفولتية الإخراج. فولتية الإخراج طلاب هي عبارة عن جذر K في VS. VS هو فولتية الإدخال، يعني لو 220 فولت فولتية الإخراج حتكون جذر K في هاي ال 220. والتيار أكيد طلاب إذا عندي حمل مقاومي هو عبارة عن الفولتية على المقاومة. يعني بكل سهولة طلاب فولتية الإخراج بهذه الدائرة هي عبارة عن جذر K في VS. طيب هسه لو كل الموجات تظهر عندي، يعني ما عندي أي موجة مختفية، ما عندي أي موجة مختفية طلاب، لو كل الموجات ده تظهر عندي N K شو تساوي لي؟ راح يكون طلاب السؤال، لو عندي بهذه الدائرة كل الموجات ده تظهر، ماكو أي موجة مختفية، duty cycle شو يساوي لي؟ واحد بالضبط طلاب، واحد يعني M صفر، فيكون عندي N على N هو واحد. فما دام كل الموجات تظهر عندي ف V out هي نفسها V S حتكون عندي، والتيار هو V out اللي هو نفسه V S على R. نجي طلاب ناخذ مثال حتى لا ناخذ يعني لا نتأخر بالمحاضرة. single phase on off controller منطيني الفولتية الإدخال 220 فولت، التردد هو 50 هرتز. التردد طلاب، التردد تستخرج منه زمن الموجة، زمن الموجة يعني 1/50، 1/50 هو 20 ملي سكند، بمعنى الباي حيكون مكانها 10 ملي سكند، التو باي 20 ملي سكند، الثلاثة باي 30، وهكذا. فنجي منطيني التردد 50، الان عدد الموجات اللي تظهر 3، وعدد الموجات المختفية اللي ما تظهر 1. كنترولر فولتي
بعدين أرسم ثلاث موجات N تساوي لي 3، وأخذ ثلاث موجات كاملة تظهر وواحدة من الموجات تختفي. بعدين كذلك تستمر نفس الكلام، ثلاث موجات تظهر وواحدة تختفي، وهكذا طلاب. يعني حتى أنتم تقدرون ترسمون فقط أربع موجات، أربع موجات، ثلاثة تظهر والرابعة تختفي، يعني ما يحتاج، لأن هي موجة دائرة متكررة. فنجي، هذه هي فولتية الإدخال الأولى. طبعا أكيد البيك فاليو طلاب هو 220 في جذر 2، فيصير عندي 311. نجي للمطلب الثالث. المطلب الثالث RMS مع الفولتية والتيار بكل سهولة طلاب. أوجد كي، أحسب كي، كي هي عبارة عن N، يعني موضوع كلش سهل طلاب، قلت لكم N والاشتقاق مال هذا النوع، الاشتقاق مال هذا النوع الـ on off ما مطلوب من عندكم. الـ N الـ N زائد الـ M، فأنا عندي N 73%، هذا هو كي. فإذا فولتية الإخراج جذر هاي الـ 75 في الـ 220 يطلع عندي 190 فولت. وبالنسبة للتيار أقسم هذه الـ 190 على 19 يطلع عندي 10 أمبير، يطلع عندي 10 أمبير. واضح طلاب؟ هذا النوع الأول من أنواع الـ AC Voltage Controller. أكو أي سؤال أي استفسار طلاب؟ يعني النوع كلش سهل، مجرد مجموعة من الموجات تظهر ومجموعة تختفي. تحسب لي كي اللي هي عدد الموجات اللي ظاهرة على المجموع، جذر الكي في البي ان يعطيك البي اوت. يعني ملاحظتين ثلاثة بهذا الموضوع لا أكثر. مفهوم طلاب؟ إذا أكو أي سؤال أي استفسار قبل أن أنتقل إلى النوع الثاني. مفهوم أستاذ. خوش، نجي للنوع الثاني طلاب. النوع الثاني الفيز تايب. الفيز تايب طلاب يعني أنا بالموجة الوحدة، بالموجة الوحدة أتحكم بالقيمة الفولتية. العمل مال هذه الدائرة طلاب يختلف عن الدائرة السابقة. السابقة كانت مجموعة من الموجات كاملة، انتجرال تكاملي كاملة، كانت أظهرها ومجموعة من الموجات كاملة أيضا أخفيها. بهذا النوع لا، راح تشوفون أنه أتحكم بالموجة الواحدة. يعني أنه أقدح الثايرستر الأول طلاب، خلال مو من الصفر، هذيك الدائرة كانت أقدح الثايرستر الأول دائما من الصفر والثاني من الباي. بهذه الدائرة لا، ألفا أعطينه ألفا معينة 40 45 60 65، وأنطي الثايرستر الثاني نفس هاي الألفا بس زائدا باي. مثل ما قلنا طلاب، الثايرستر الأول يشتغل دائما مع الموجة الموجبة. هذا الثايرستر الأول يشتغل دائما مع الموجة الموجبة، فأنطينه ألفا معينة مثلا 60 أو 45. الثايرستر الثاني لا، بالموجة السالبة، يعني من الموجب يصير من الأسفل، الثايرستر الثاني راح يشتغل. وحتى تكون طلاب، ليش أنطي الثايرستر الثاني باي زائدا ألفا؟ ليش هاي القيمة؟ الجواب حتى تظهر عندي فولتية الإخراج متناظرة بالضبط، الموجب يساوي للسالب، الجزء الموجب المسيطر عليه يساوي للجزء السالب. طيب طلاب، ما دام الجزء الموجب يساوي للجزء السالب، قيمة الدي سي بهاي الأوتبوت، قيمة الدي سي بالأوتبوت هاي الموجة اللي متحكم بها، قيمة الفولتية الدي سي أو المين أو المعدل، المين أو الأفريج أو الدي سي كلها نفس المعنى، شو يساوي لي؟ طلاب صفر؟ بالضبط طلاب، صفر.
صفر. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا الطلاب، ثايرستر الأول اشتغل عند ألفا، ثايرستر الثاني باي زائد ألفا. نتيجة لهذه زوايا القدح الموجة حتكون عندي متناظرة 100%، 100%. فمعدل هاي الموجة، يعني لو يكون عندي 5 فولت موجب، السالب حيكون ناقص 5 فولت، فالمعدل يكون عندي صفر. المعدل يكون عندي صفر. وبالنسبة لاشتقاق فولتية الإخراج، طلاب لاحظوا بس الـ RMS، ما اشتقيت المين ولا الأفريج. ليش؟ لأنه من الشكل يبين أنه صفر، فما ولا أطلبوا من عندكم الاشتقاق مال هذه الدائرة، مال مين، مال مين. دائما تشوفون الموجب يساوي السالب، رأسا صفر المعدل. الـ RMS طلاب، الـ RMS اشتقاق الـ RMS هذه الدائرة هي نفسها طلاب، نفس الدائرة من كان عندي سنجل فيز فول ويف كنترول ريكتيفاير، الـ RMS مالتها، الـ RMS مال سنجل فيز فول ويف كنترول ريكتيفاير. يعني كان عندي نفس هاي الدائرة بالضبط، الاوتبوت طلاب، الاوتبوت مال هذه الدائرة من كان عندي سنجل فيز فول ويف كنترول ريكتيفاير، كانت الجزء الموجب هو نفس هذا، يعني بالجزء الأول. والجزء الثاني طلاب هو نفس هذا بالضبط، لكن مقلوب بالاتجاه الموجب. بس أنا عندي طلاب بقانون الـ RMS موجة تربيعية، فأش ما كان سالب أو موجب راح يعطيني نفس المعدل، نفس الـ RMS عفوا. الاشتقاق مع الـ RMS طلاب، أعيد، مال هذه الدائرة هو نفس اشتقاق الـ RMS مال سنجل فيز فول ويف كنترول ريكتيفاير. ليش؟ الجواب الجزء الأول هو كان نفسه، بالجزء الثاني كان مقلوب بالاتجاه الموجب. بس أنا عندي قانون الـ RMS هو قانون تربيعي، روت مين سكوير سكوير. ف هذا الجزء الثاني سواء كان سالب أو موجب راح يعطيني نفس النتيجة. طبعا هذا الكلام نفسه طلاب في حالة الحمل المقاومي وفي حالة الحمل الحثي. ولو تلاحظون القانون هو نفس القانون مع الـ RMS مع الـ Rectifier. فهذا هو القانون طلاب، وعلاقة الـ Vout، علاقة الـ Vout الألفة هي نفسها أيضا. يعني المحاضرات موجودة، يا ريت تراجعوها بعدين، مع سنجل فيس فول ويف كنترول ريكتيفاير هي نفسها هذه بالضبط، ما تختلف أي شيء. يعني هسه هذا الدائرة، هاي المعادلة إذا تعوضون ألفة صفر، هذا المقدار كله يصفر وهاي صفر، يبقى عندي باي على باي واحد، فV out يساوي لي VS، هي نفسها 1 VS. فهذه بالصفر ينطيني هاي النقطة. ولو تعوضون 180، ساين 180 2 في 180 أيضا يصفر، يبقى عندي باي ناقص باي صفر، فينطيني هاي النقطة. وحصلت يعني تقدرون تستخدمون نقطة الأخ مثلا بالتسعين ساين 180 صفر، يبقى عندي باي ناقص باي على 2، يصير باي على 2. فهاي الباي اللي بالبسط مع هاي الباي يبقى عندي نصف تحت الجذر، يعني 0.707 من البي اس بالتسعين. هاي التسعين، هاي النقطة 90، ولو تجون تقاطعونها راح يطلع عندي 0.7، عفوا هاي التسعين، هاي التسعين، لأن 80 90، فإذا تجون تقاطعوها راح يطلع عندي 0.707. فمن هذه المعادلة حصلت على هذا الشكل. نجي ناخذ مثال طلاب عن هذا الموضوع، عن هذه الدائرة أيضا. دائرة كلش سهلة، سنجل فيس اي سي فيس تايب فولتج كنترولر،
طبعا طلاب حتى لو ما اذكر سبيس تايب المفروض انتم تعرفون ليش، لانه بها الفا، الفا 45. والشيء الثاني حتى لو ما اذكر النوع الاول دائما نذكر اون اوف تايب، النوع الثاني حتى لو ما نذكر فهو ها يقصد به هذا النوع. النوع الثاني مجرد لو اذكر سنجل فيز اي سي فولتج كنترولر اللي اقصد به ما دام ما ذكرت اون اوف فهو اقصد به هذا النوع. منطيني فولتيت الاخراج 220 والتردد 50 والمقاومه 21 اوم، الالفا 45. النقطه الاولى ارسم الريكتيفاي الكونفرتر سيركت، هو هذا الكونفرتر، هاي الدائره ما بها اي شيء. النقطه الثانيه يعني قبل ان ابدا بالنقاط ارسم الدائره، بعدين يقول لي احسب الانبوت فولتج والارسم عفوا ارسم الانبوت والاوتبوت. فطلاب ال 45 لاحظوا الانبوت موجه كامله بال 45 يعني نص ال 90، نص ال 90 راح تنقطع الموجه الاولى من الموجب الجزء الموجب، والموجه الثانيه بالضبط بعد ب 180 درجه، فتظهر عندي هاي فولتيه الاخراج اللي بالوسط. والجزء الثالث الجوه هو تيار الحمل، تيار الحمل. النقطة الأخيرة يطلب مني الـ RMS مع الـ Output للفولتية والتيار، مجرد قانون طلاب، هذا هو القانون. ألفا 45، طبعاً الـ 45 هي باي على 4 يعني 3.14 على 4، 3.14 على 4 بالريديان ينطيني هذه القيمة. فهاي القيمة طلاب، هاي القيمة أحتاجها بهالمكان هذا بالألفة الوحيدة اللي ما مع الساين والكوساين. أما في حالة الساين أستخدمها كخمسة وأربعين، يعني ساين 2 في 45 أي ساين 2 في 90 إذا يصير ساين 90 يعني عفوا واحد، واحد على 2 نصف. وتستخدمون القانون طلاب، الراديان مثل ما قلنا بالجزء الثاني بالحد الثاني تستخدموها، فتطلع النتيجة 210. هاي ال 210 حتى أوجد التيار أقسمها على 21 يطلع عندي 10 أمبير. مفهوم طلاب؟ إذا أكو أي سؤال أي استفسار يا ريت تسألون. هاي المحاضرة أكيد راح أرتبها أكملها وبعدين أبعثها لكم. طلاب أي سؤال أي استفسار؟ واضح؟ هذا طلاب في حالة الحمل المقاومي. نجي على النوع الثاني والأخير في حالة الحمل الحثي طلاب. تعرفون طلاب في حالة الحمل الحثي راح يظهر عندي جزء سالب بسبب الطاقة المخزونة بالمحاثة. يعني لو تلاحظون، لو تلاحظون الثايرستر ما ينطفي بالباي، يعني البيتا بهالمكان ما تساوي لباي، لا راح ينطفي بعد الباي. وهاي القيمة تعتمد على قيمة المحاثة، قيمة المحاثة اللي موجودة بالدائرة. هاي لاحظوا طلاب هاي الموجة الموجبة، الموجة السالبة بالضبط طلاب هي نفس الموجة الموجبة، بس اشنو راح تكون بالجزء السالب، حتكون بالجزء السالب. والاشتقاق طلاب، الاشتقاق مال فير ار ام اس هو نفسه ايضا مال سنجل فيز فول ويف كنترول ريكتيفاير، لكن الحمل الحثي مع الحمل الحثي. فيظهر عندي الفي ار ام اس يظهر بالشكل الاتي، هذا اللي موجود قدامكم. طبعا الزوايا طلاب، الفا هي زاويه القدح او الديلاي انجل، الثايرستر الثاني نفس الكلام طلاب يشتغل بعد الباي زائدا الفا.
الثيتا طلاب هي الكوندكشن انجل، زاوية التوصيل. لاحظوا طلاب الثيتا، الثيتا زاوية التوصيل. هتشوفون الثايرستر الأول، الثايرستر الأول يشتغل بالألفا بعد الألفا وينتهي بالبيتا، فالفترة اللي يشتغل بها زاوية القدح يعني الفترة اللي يوصل بها هي ثيتا. أما بيتا اللي هي تمثل زاوية الإخماد، بيتا من البداية إلى أن ينطفي الثايرستر، ولهذا نسميها زاوية الإخماد. البيتا هي عبارة عن ألفا زائدا ثيتا. ألفا بداية اشتغال الثايرستر الأول، والثيتا هو إيش قد وصل، مجموعهم ينطيني بيتا، مجموعهم ينطيني بيتا. في وبما يخص، فيما يخص زاوية الحمل معلومة اللود أنجل تان إنفيرس أوميجا إل على آر. طبعا هاي طلاب وين تستخدموها، وين تحتاجوها؟ يعني أنا مثلا بالرسم أحتاج أعرف قيمة إيش قد يوصل الثايرستر ثيتا، وهم أحتاج بيتا. حتى بالقانون إذا أريد الـ RMS لازم أحسب بيتا، فالبيتا شو تساوي لي؟ ألفا، ألفا زائدا ثيتا. كيف تحسبون ثيتا طلاب؟ نفس الكلام من كان سينجل فيز فول ويف ريكتيفاير، نفس الكلام. لاحظوا الشرح هو نفسه نفسه، كوبي بيست جبته. شلون تحسبون بيتا طلاب؟ شلون تحسبون ثيتا؟ انه انا عندي شارت طلاب، انطيكم زاوية القدح الفا مثلا. لو تلاحظون بهذا المثال 60، تجي تقاطع ال 60 مع زوايا الحمل. لو نفرض انه زاوية الحمل، لو نفرض انه زاوية الحمل هي 30، اللود انجل، اللود انجل مثل ما قلنا لكم قبل شوية هي هاي اللود انجل تان انفيرس اوميجا ال على ار، طلعت مثلا 30، اجي الفا مالتي 60، اقاطع هاي ال 60 مع ال 30 او 45، لو نفرض بهالمكان 45 طبعا ما 30، 45 درجة هي زاوية ال، عفوا 30 فعلا 30. لو نفرض انه زاوية الحمل 30، راح اخذ هذا الكيرف المائل مال 30 فقط، والبقية كلها انساها، اعتبر فقط عندي هذا الكيرف. اجي اقاطع زاوية الالفا مالتي اللي هي 60، اعمل خط عمودي يتقاطع مع هاي ال 30، وارجع اعمل خط افقي يتقاطع مع الكوندكشن انجل بالنقطة بي، فحصلت منه قيمة الثيتا اللي هي زاوية التوصيل. لو نفرض طلعت 148، أجي هاي الـ 148 أجمعها مع الألفا 60، راح يطلع عندي 208 اللي هي البيتا. طلعت عندي ثيتا وبيتا. فالثيتا أحتاجهم بالرسم، وكذلك أحتاج بيتا بالقانون حتى أحسب قيمة الـ VRMS. مفهوم طلاب؟ أكو أي سؤال أي استفسار؟ نفس الكلام طلاب، نفس الكلام مثل ما قلنا لكم، هذا الموضوع، هذا الموضوع يعني ما الأون إيه، النوع الأول أون أوف جديد، صحيح جديد بس كلش سهل. النوع الثاني الفيز كنترولر، هو مشابه بالضبط للأي سي، للسنجل فيز ريكتيفاير، يعني سنجل فيز فول كنترول ريكتيفاير، ليس الهالف، فول ويف كنترول ريكتيفاير. المقاومي يشبه المقاومي، والحثي يشبه الحثي، الحمل الحثي. بس شنو هناك كان عندنا ريكتيفاير، الجزء السالب كان ينقلب، هون ما عندي ريكتيفاير، عندي اي سي كنترولر. فاصلا الدي سي بهالمكان صفر بالحالتين يعني المقاومي والحثي. ليش صفر؟ مثل ما قلنا لانه الموجه متناظره، الموجب يساوي للسالب. قانون الـ RMS هو هذا، قانون الـ RMS والاشتقاق هذا أو هذا نفس الكلام، بس بهالمكان مستخدم في بيك الماكس، يعني بيك هي نفسها بيك مع الـ Input. الـ Input ما دام جايبية كاملة، فالـ RMS مالتها
هاي الفي ار ام اس تقدرون تكتبوها بهالشكل، هذا في اس ار ام اس او في بيك على جذر 2 نفس الكلام. على العموم هذا هي القانون، والاشتقاق هو نفسه مال فول ويف كنترول ريكتيفاير من الحمل الحذف. هذا طلاب، هذا يعني الشرح مال كيف احسب بيتا وثيتا موجود بالريكتيفاير. فاذا تحبون ابقي، اذا ما تريدون امسحه عادي لان موجود سابقا. كيف تحسبون زاويه التوصيل والبيتا؟ كيفكم بعد؟ اعطوني جواب هسه حتى بعدين من احضر المحاضره راح تجيكم كامله. يعني هاي الصفحه مكرره موجوده بالسنجل فيز ريكتيفاير مع الحمل الحثي، دائما هذه تجي تتواجد بالحمل الحثي. فتحبون اخليها او تحبون الغيها بكيفكم بعد. هي ساعدنا بالحل مع الاسئله مع الماضي الجايمه. تمام. ايه طبعا اكيد اكيد. يعني هسه مثلا عندك هذا المثال يعتمد عليها. تمام. فاذا تريدون بالحل خليها هي صفحه تبقى واحده احسن. خليها معلش. عفوا تمام. عفوا الصوت هيقطع. هذه تبقى احسن دكتور. خليها بقي هي صفحه واحده صح مكرره، احسن من بعدين ترجعون على موضوع الريكتيفاير وتدورون عليها، فموجوده قدامكم. على العموم طلاب المثال يعني اخذنا نوعين واخذنا مثالين. النوع الاخير عفوا، النوع الاخير اللي هو الفيس كنترولر مع الحمل الحثي، فيس كنترولر مع الحمل الحثي ايضا اخذ مثال عليه حتى نكمل الموضوع. منطيني فولتيه الاخراج الادخال عفوا 220، يعني حتى لو ما يذكر الار ام اس هذه زايده اصلا، هذه بمعنى ار ام اس راح امسحها اصلا ما راح ابقيها. التردد هو 50، الالفا ديلاي او التريجر انجل معطيني اياها 45 باي على 4، المقاومه من الحمل، الحمل معطيني مقاومه 10 اوم ومحاثه، معطيني مقاومه ومحاثه. فطلاب يعني من يعطيني قيمه الار والال، ما يحتاج بالامتحان الطالب يقول لي استاذ هاي شنو الحمل مالتها، يعني واضحه ار و ال. النوع القيم مالتهم 10 اوم في 18.37 ملي هنري. السؤال الفرع الاول يطلب مني الريكتيفاير سيركت، الدائره هي ثابته لكل الحالات، هي هاي الدائره مال الكنترولر ثابته لكل الحالات، بس الحمل اذا كان مقاومي مقاومه واحده، اذا كان حثي حثي تضيف محاثه. النقطه الثانيه يريد مني فاي. لحظه طلاب، طبعا هذا الموضوع مثل ما قلنا لكم شبه تكرار لموضوع السنجل فيز ريكتيفاير من الحمل الحثي. يريد مني زاويه الحمل، زاويه الحمل منطيني قيمه الار والال. ف تان انفيرس زاويه الحمل هي تان انفيرس اوميجا ال على ار، الاوميجا هي 2 باي اف منطيني التردد في قيمه ال على ار، مجرد معادله بسيطه. فطلعت عندي زاويه الحمل 30، زاويه الحمل طلعت عندي 30. النقطه الثالثه يريد مني قيمه زاويه التوصيل. لحظه طلاب، طلعت زاويه الحمل 30 وعندي 1045، فاجي بال 45 اعمل عمود يتقاطع مع ال 30 تطلع عندي زاويه التوصيل، اعمل خط افقي طبعا بعد التقاطع يطلع عندي زاويه التوصيل 168. 168 هي هاي زاويه التوصيل طلاب. يعني طلاب بالرسم ال 168 تضيفها ويا ال 1000 بالرسم، خلينا هسه بهاي النقطة، طلعت عندي زاوية التوصيل 168. النقطة الرابعة يريد بيتا اللي هي زاوية الإخماد طلاب. زاوية الإخماد أجي أضيف الألفا 45 زائدا هاي الزاوية اللي طلعت عندي التوصيل 168، طلعت عندي 213 هي زاوية التوصيل طلاب. بهاي النقطة طلاب الموضوع كلش سهل ومكرر حسب علمي. شلون ارسم فولتيت الاخراج؟
لحظة طلاب، الميتين وثلاثة أنا عندي فولتية الإدخال، لحظة طلاب، الجزء العلوي هو فولتية الإدخال، أجي الألفا 45 أحدد الألفا 45 يعني نص التسعين بالضبط، أعمل عمود، هاي راح تكون بداية الموجة، بداية الموجة. طيب إيش وقت تنتهي؟ تنتهي بالميتين وثلاثة بالبيتا، الميتين وثلاثة طلاب أنا عندي الباي 180، من تصل الموجة الباي يعني وصلت ال 180، احتاج اعبر الباي بكم درجة وينطفي عندي الثايرستر؟ يعني 213 اذا اشيل منها 180 ايش قد يبقى عندي؟ يبقى عندي تقريبا 33 درجة، 33 طلاب، يعني امشي بعد الباي ب 33 درجة، يعني هاي الجزء الصغير السالب هو يعني امشي بعد الباي ب 33 درجة، فيكون عندي نهاية الموجة الأولى، نهاية الموجة الأولى. والموجة الثانية تبدأ بعد الموجة، تبدأ بعد الباي ب 45، نفس الكلام طلاب بس بالجزء السالب. والنقطة الأخيرة طلاب بالنسبة لرسم الموجة، راح من أنهي السؤال راح أعيد لكم كيف يتم رسم الموجة مرة ثانية. طبعا بالنسبة للنقطة الأخيرة الفي ار ام اس، الفي ار ام اس هو هذا القانون، 2 في ألفا هو 2 في 45 90 ساين 90 واحد، و2 في 213 يعني ساين مالتها، يعني تحسبون هذا الجزء يطلع فات قيمة معينة. بعدين البيتا تحولوها إلى راديان، يعني تضربوها في 3.14 على 180 طلعت هاي. والألفا كذلك طلاب 45 يعني 3.14 على 4، فهذه البيتا ناقص ألفا بالراديان لازم تكون. وبعدين الزوايا المثلثية تستخدمها 100 يعني تستخدمها كما هي، فتطلع عندي الفولتية 214، 214 يعني مجرد قانون تطبقون القانون وتطلع عندي الفولتيات. بالنسبة طلاب لرسم الموجة، رسم الموجة كيف يتم رسم الموجة؟ خلي أجي أستخدم هي هاي نفس الموجة اللي موجودة عندنا، أستخدم نفسها عفوا، لحظة طلاب، فولتية الإدخال هاي فولتية الإدخال، خلي بس أصفيها من قيمة التيار، لحظة طلاب، عندي هاي فولتية الإدخال، هاي هي فولتية الإدخال، ألفا مالتي 45، ألفا مالتي 45، أنا عندي هاي التسعين تقريبا، هاي هي التسعين، هاي التسعين، كيف أحدد الخمسة وأربعين؟ الخمسة وأربعين نص التسعين طلاب بهالمكان تقريبا، اذا خلي ارسم فرق سنتيمات للتسعين ما مشكله، يعني التقسيمات هاي التسعين، وبعدين نفس الكلام من 270 هي هذه، نجي طلاب نص التسعين راسا نص التسعين راح ارسم غير لونه، هاي فولتيت الادخال اللي باللون الاسود، طبعا اكيد القيمه مالتها القمه مالتها 220 جذر 2 يعني 311، القيمة مالتها 311، هذه قيمة الماكسيموم مالتها، الماكسيموم مالتها، نجي طلاب هاي الماكسيموم، قيمة الماكسيموم 311.
كيف أحدد ال 45؟ هاي ال 45 راح أرسمها بلون ثاني باللون الأزرق، باللون الأزرق. نفس الكلام طلاب بالموجة الثانية، تبدأ بعد البايب 45، هاي للموجة الثانية. طيب هاي حددت الألف زوايا البدء، كيف يعني نقطة انتهاء الموجة؟ أنا عندي بيتا طلاب 213، هاي النقطة الباي طلاب، لحد الباي يعني إذا تمشي الموجة من هاي النقطة للباي، عفوا من البداية للباي، يعني كيف أحدد زاوية الإخماد للباي؟ هاي 180، بعد الباي أمشي ب 33 درجة. إذا أمشي لي هاي النقطة، طبعا هاي 45 بعد الباي، 45 نفس الأولى، الأولى 45، هاي هم 45 بعد الباي، فأنا أحتاج 33، يعني أقل من ال 45 تقريبا بشوية، فهاي 33 بهذا المكان تقريبا. فلهذا الطلاب يعني نهاية الموجة الأولى راح تكون بهالمكان هذا، ونهاية الموجة السالبة بهالمكان. فإذا أجي أرسم الموجة الإخراج، موجة الإخراج يعني راح تنتهي بهالمكان، عفوا تنتهي بهالمكان هذا، راح تكون بالشكل الآتي. ونفس الكلام، نفس الكلام هاي الموجة الثانية بس تكملتها، تكملتها حتكون بعد التو باي، بعد التو باي يعني التكملة هاي هذا الجزء الثلاثة، وهي نفسه هذا فتظهر عندي طلاب هذه فورمة الإخراج بالشكل الآتي. صالح طلاب أي سؤال أي استفسار؟ يعني كيف حددت الألفة بشكل اعتيادي مثل ما كنا بالريكتيفاير؟ البيتا أيضا كيف حددها؟ طلعت 213، ال 213 يعني بعد البايب أشقد بعد ال 180؟ 33 درجة. فجيت 33 درجة، أنا عندي بعد البايب 45 هي الثايرستر الثاني قدح، هذه كانت بعد البايب 45 هاي النقطة، فلهذا قبلها بعشر درجات ينتهي الثايرستر الأول. الثايرستر الأول اشتغل بهالمكان هذا، هذا كان الثايرستر الأول اشتغل بهالمكان هذا، وبهالمكان كان عندي الثايرستر الثاني. هذا المكان كان ثايرستر الأول، مفهوم طلاب؟ أي سؤال أي استفسار إذا عدكم، أنا لهذه النقطة راح أنهيت المحاضرة مالتي، فإذا عدكم أي سؤال أي استفسار أنا حاضر، وراح أنزل لكم الرابط، الرابط مع الحضور حتى تسجلون الحضور مالتكم. فإذا عدكم أي سؤال أي استفسار أنا حاضر. نعم تفضل. بس على موديل السائي ما اعرفه جدا، سائي مع الفصل الاول درجتك مع الفصل الاول السائي كامل ايش يعني. ما فهم السائي درجه الفصل الاول حيكون عليها 10 درجات بالضبط من السائي، يعني اذا عاد تقصد درجه الفصل الاول، هو دكتور درجة الفصل الأول أشقد درجة هذا الطلاب بالنسبة للرابط مع الحضور نزلته، أشقد عندك أنت بالفصل الأول؟ يعني نهاية الفصل الأول من كانت الأسئلة النهائية الـ MCQ والمقالية أشقد أخذت؟ دكتور الـ MCQ أعتقد أخذ 18، والفرع الآخر أخذ 30، الجزء الآخر مع الورقية. إيه طلعنا الدرجة مالتكم، الدرجة النهائية أشقد صارت؟ ما أعرف والله. ما تعرف؟ هسه خلي اشوف الاسماء مالكم. طلاب سجل الحضور، سجل الحضور هسه اشوفك الدرجات مالكم زين عيني الامتحانات.
نصف السنة، بس خليني أشوف الدرجات. نصف السنة هاي. محمد، محمد محمود محمود دقيقة بس، خلي أنهي التسجيل، خلي أنهي التسجيل، أخاف طلاب شي عندهم